التوبيك النهارده او الموضوع اللي هنتكلم فيه ده صادم لينا كابهات وامهات. أيوه. يعني هو انا من كتر ما بحب عيالي ابقى باذيهم احيانا ببعض الحاجات وكأننا بنعود للاسطوره القديمه الدبه اللي قتلت صاحبها. صح. هي نفس الحكايه، ولكن هي الحكايه مش الحب. هي المشكله الميكس اللي ما بين القلق والحب، ان احنا بنقلق على اولادنا فبنديهم احساس القلق مش الحب. فالناس الاول بتبقى فاكره ايه؟ ان هم بيعبروا عن حبهم ليكم، لكن هم قلقانين عليكم وعلى مستقبلكم. فبتبان ازاي بقى الحكايه؟ انا عايز اعمل اللي فيه مصلحتك، عشان انا قلقان ان انت اللي تقول، انا قلقان ان انت اللي توافق. احيانا الام بتتدخل في اختيار البنت لشريك حياتها ويفسدوا العلاقه. ليه بقى؟ هي قلقانه لما تبقى سعيده بعد كده، حتى لو هي بتظلمها. بس هي بتقول احسن ما سيبهم هم اللي يمشوا بدماغهم. طب ايه المعيار يا دكتور؟ يعني ايه اللي بيقول ان ده اذى، والحدود الفاصله ما بين الاذى واللي مش اذى؟ في حاجه اسمها الاستبداد بالعاطفه، مش ان انا بديك العاطفه. وبالتالي انا كنت حريص قوي وانا بألف الكتاب بتاعي قبل الاخير، كان اسمه الاستحواذ العاطفي. نبهت فيه الى نقطه شديده الاهميه، ان انا ممكن اكون بحب قوي اللي قدامي لدرجه ان انا شايف نفسي انا مش شايفه هو. يعني انا عمال اتكلم عن نفسي في طول الوقت على اني بكلمه، لكن انا ما بكلموش. انا بتكلم عن خططي، بتكلم عن حياتي، عامل زي الاب اللي بيجي مثلا جنب ابنه يقول له ايه، انا لما كنت في سنك عملت كذا، انا كنت بجيب النمر النهائيه في كل المواد، وده ما كانش بيحصل، انما عشان يديلك شكل اللي هو عايزه يتطبق، او شايف انه هو ما حققش حاجات عايزك انت تحققها. بالظبط هو كده. بس بقى لما يكون هو شايف ان انت عايزاه يحقق حاجات انا ما حققتهاش، يبقى انا لازم اساعده يحققها واشيل المعوقات من قدامه. مش ان انا ابقى سايبه يبقى جزء وأنا مني. وانا اللي اعمل. بالظبط. وبقى التحدي كمان وعقده في الاخر، ويمكن ده بشوفها في كتير جداً. الاهالي حضرتك. بقى عقده ولادهم يعني. ده حقيقي. طيب في دايما الحد الفاصل ما بين الطفوله والمراهقه. وهنا بيجي البانيك للاهالي، لان هم عدوا مرحله المراهقه قبل كده وشايفين ان دي المرحله بتاعت الثوره، فبيبتدوا يستعدوا هم بقى باسلحه، عندهم ترسانه كده بتاعت انا عارف انت هتعمل ايه، انا عارف انت هتعمل ايه. وبيوصل لمرحله الموضوع بيبتدي يبقى فيه كتير من الشد، كتير من الغضب، كتير من الرفض من قبل السمع، لان هو شايف ان هو تينيجر، فهو دلوقتي على طول هيبقى بيهبل. وفي بقى استحواذ زياده. بالظبط. فالولد بيلاقي، وده يمكن حصلت ناس كتير جدا، بيلاقي انه فجاه من ان هو كان طفل بيتعامل بالحب وبيتعامل بالرفق وباللين وبالحنيه وبالاحتواء، الى عدو، الى شخص منتظر منه كل غلط، وبيقابل بالهجوم وبيقابل بالعدوانيه من ابوه او امه اللي كانوا لسه اول امبارح بيبلعوا له الزلط. يعني بيقول ده كلام صحيح. ايه اللي بيحصل؟ بتظهر الشخصيه متاخره شويه للاب والام، اسمها العدو الحميم. العدو الحميم هو اقرب شخص ليك، هو حد بيحبك لدرجه انه هو بدا مش يستحوذ عليك، بدا يسيطر عليك. عايزك ما تتكلمش الا من خلاله، عايزك ما تضحكش الا لما تقول له انت بتضحك ليه. علاقه توكسيك زي ما بيقولوا. مش بس كده، ده هي لو عيطت لاي سبب انا ما قلتلكيش حاجه عشان تعيطي، فينقلب للايه؟ للعكس. يعني بدل ما يحضنها وياخدها في حضنه بنته يهاجمها. بالظبط كده، ويقول لها يعني ايه تعيطي، ويبقى عنيف لدرجه انها بتمتنع عن العياط بس عشان هو يبعد عنها وما يأذيهاش، مش علشان خاطر، خوفا منه يعني. هنا بقى ما بتبقاش العلاقه دي علاقه سويه، لان الاب والام ما قعدوش مع متخصص قبل ما ينجبوا، وبالتالي هم عندهم مشكله اصلا. احنا بنفتكر ان الاحساس ده